بص بقى يا سعادة الباشا، الواد نادر ده واد وسخ، هو كان مش خطيب بنتي انما عايل زباله. اكلمه بالتليفون واقول له ان انا معايا اوراق مهمه هتفيد الست هايتي في القضيه وتديني 5 مليون جنيه، يقوم يجيني البيت ويهددني انه هيحبسني. خلص خلص خلص. وبعدين ده مهتمش حتى يعرف الاوراق دي فيها ايه، ده ما استعنفوش من الاساس. يعني لو كان اداني حتى 100,000 جنيه كنت قلت له الاوراق دي ايه. يعني نادر مش متفق معاه. انت يا جدع انت جاي هنا عاوز ايه؟ هو لا مؤاخذه مش حضراتكم ناس مهوات ومتعلمين، انا جاي بقى لاصحاب الشأن. ومش سعادتك برضو يهمك مصلحه بنتك؟ انا هدي لك 1,000 جنيه وتقول لي الورقه فيها ايه. 1,000 جنيه يا باشا انت هتستهبل؟ انت شايفني جاي لك مسقط المنطلون. سيبك من الالف والمئة الف، ركز في ال5 مليون وما تبقاش معفن. 100,000 جنيه ما يقلوش شلن، عجبك عجبك مش عجبك خلي بنتك هربانة لحد ما تتحكش وتترمي في السجن رمية الكلاب. الكلاب تنهش في جتتك امال، اقعد كويس امال واعرف قاعد قدام مين. خلاص خلاص جهز الورقة وانا هطلع اجيب لك الفلوس. فلوس ايه دي يا بابي اللي هتديها له؟ انت مش هتاخد ولا مليم. انتوا ايه حيوانات؟ مش مكفيك اللي عملته بنتك فينا؟ عايز ايه انت كمان؟ وبعدين انت ازاي تكلم بابي بالاسلوب ده؟ انت نسيت انت مين وبتكلم مين؟ الله 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 ده حلو الداوي. هيدي هانم كمان هنا. انا بقى عايز 5 مليون جنيه والا هبلغ البوليس. ايه يا اخي؟ كلب فلوس؟ كلب فلوس؟ عم شكري كتف الراجل ده عشان نجيب له البوليس. انا هعمل لك محضر تعدي عشان ما حدش يصدقك. انت فكرني مهندس محترم؟ ده انا هشعلقك من رجليك. امسكه كويس. هيدي يا حبيبتي انت لازم تمشي من هنا فورا، وجودك في خطر عليك وعلى حياتك. حكومه حبساني ليه يا حكومه؟ يا دفعه روح قول للمأمور يطلعني، قول له في مواطن محبوس ظلومة عنده قضية امن قومي، راي عام، أموال عامة، نصب واحتيال على البلد باللي فيها. لو ما طلعتنيش دلوقتي البلد كلها هتبقى في خطر. يا حكومة. أهلا وسهلا يا أبو طالب بيه. أنا آسف طبيت كده من غير استئذان، بس نادر ما بيردش عليا خالص. انا كمان ما بيردش عليا. انا لازم اقابل نادر واتكلم معاه، انا بنتي هتضيع مني كده خالص. وبعدين اسم ابو نجوان ده بيقول ان عنده اوراق تخص القضيه بيبتزني. لازم اشوف نادر ويقول لي ايه حكايه الورق ده في ايه. انا مقدره الظروف اللي انتوا فيها، بس نادر اتغير، ما بقاش زي الاول، ما بقاش نادر اللي احنا نعرفه. انا محتاجة حد يقف جنبي علشان نرجعه زي ما كان ونرجعه للطريق اللي هو ماشي فيه. انا حاسة انه نادر كمان شوية هيتحول لمدمن، وده لو حصل انا هحس ان انا ضيعت حياتي عليه كلها وفي الاخر ضاع مني، انا ممكن انتحر. بصي احنا الاتنين مصلحتنا مشتركة. صح. يبقى لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان بالطريقة دي نقدر نرجع نادر لشغله وحياته، كذلك هايدي بنتي ترجع لبيتها ولشغلها وحياتها ونخلص القضية. يا ريت يا ريت يا ابو طالب بيه. لأن الراجل ده بيقول إن عنده معلومات مهمة في قضية هايدي أبو طالب ومروان أبو عرب. وعلى فكرة إحنا مسكناه متلبس في اقتحام فيلا أبو طالب السنهوري. تمام يا فندم، هي قضيتي فعلا والراجل ده أنا عارفه. متشكر جدا لحضرتك. لا مؤاخذة يا باشا ما تقولش اقتحام. أنت تخرس خالص وما تتكلمش إلا لما أقول لك. حاضر سكتنا أهو. كنت بتعمل ايه هناك؟ هكون بعمل ايه يعني؟ كنت قاعد معاهم وكانوا جايبين لي حاجه ساعه والكلام رايح وجاي. هم السبب في شحطات البنت يا سعاده البيت. هم اتهموك ليه باقتحام الفيلا؟ كانوا بيتدلوا عليك؟ امال يعني سعادتك كنت عايزني اشوف بنتهم الهربانه دي اللي اسمها هايتي عنده في الفيلا ويسيبوني انزل عشان ابلغ عنهم؟ هايدي انت شفت هايدي فين؟ عنده في الفيلا. طب بعد اذن سيادتك لو ينفع تمشي مشي، انا محتاجه بره. تمام يا فندم. ست كبيره بره بتقول انها مرات الراجل ده. خليها هيطلعها دلوقتي. ليه؟ ليه كده يا ابو نجوان؟ ليه يا اخويا؟ ده الباشا العسكري بيقول ان انت هتجيبني على ابو طالب ده. ليه يا اخويا؟ مش كفايه اللي بنتك عملته فيهم؟ بقى وليه يا خرفانه انت؟
بكلمك بالتليفون عند جيران عشان تجيبي لي لقمه تقود بيها وهضمه نظيفه. تقومي تعملي لي مناحه لا موزه يا صاحبه الباشا. ليه؟ ليه كلمه ونجوان؟ ليه؟ يا اخويا الناس ما شفناش منهم غير كل خير. ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اتفضلي. عندها فشل كلوي بنسبه عاليه جدا وهتحتاج جلستين غسيل في الاسبوع. وهتعرف تشتغل تاني؟ ده الامر ده يتوقف على طبيعه الشغل نفسه. لو في شغلانه ما تحتاجش مجهود كبير وتبقى قاعده مفيش مشكله. ليه؟ هي هتشتغل مذيعه؟ وجلسه العلاج دي بقى تتكلف كام؟ الجلسه دي تتكلف حوالي 350 جنيه. يا نهار اسود، يعني 700 جنيه في الاسبوع، يعني 2500 جنيه في الشهر. ليه؟ هي دخلت لنا كام 2500 جنيه في حياتها؟ طب ما ينفعش علاج على نفقه الدوله. قرارات العلاج على نفقه الدوله واقفه دلوقتي وما بتطلعش. ما بتطلعش؟ كتر خيرك يا دكتور، خليها لكم ما تلزمناش. سلام عليكم. عليكم السلام. تقلقيش ان شاء الله هتبقي زيك. الو. ايوه يا بابا، ازيك؟ اهلا، ازيك يا ست نجوان؟ لهفت الفلوس لوحدك وسايبانا حالنا متبهدل. ليه؟ هو في حاجه حصلت؟ في حاجه، في حاجات يا اختي. امك جالها فشل كلوي وراقده في المستشفى. يا نهار ابيض، فشل كلوي مره واحده؟ هما المرتين. مره واحده محتاجه غسيل كلوي 8 مرات في الشهر ب 8000 جنيه، الجلسه الواحده ب 1000 جنيه. مش مهم الفلوس، انا هبعت لك، بس المهم ماما تبقى كويسه. بلا 60 نيله اهي راقدت. مين بقى يا اختي اللي هيصرف على البيت ان شاء الله؟ ما قدامناش غيرك. ابعت لنا كل شهر ال 8000 بتوع الغسيل وفوقيهم كام الف كده لمصاريف اخواتك. مصاريفهم بقت تقطم الوسط. طيب حاضر يا بابا، انا هبعت لك على وستر يونيو زي المره اللي فاتت. المهم خلي بالك من ماما. يلا باي دلوقتي. ها، باي. باي باي. جاتك نيله في لغات امك، ما تقولي مع السلامه. يا دي النكد اللي انا فيه، لسه هروح افتح. طيب طيب، ايه ده جايبينها لي كده ليه؟ انا لا بعرف اكل ولا اشرب ولا طفح ولا عندي نص جنيه في البيت حتى. الله يكرمك يا ابو نجوان، انا مش طالبه يا اخويا غير اني اترمى على فرشتي، والدكتور قال ان انا هتحسن بعد الغسيل. انزلي يا اختي هاتي لك قرشين تغسلي بيهم. ايه ده؟ انت بتكلمها كده ازاي؟ واحدة عيانة قدامك يا اخي عندها فشل كلوي، قولها ربنا يشفيكي ان شاء الله تقومي بالسلامة، مش عمال تسم بدنها كده بكلامك. جرى ايه يا اختي؟ انت هتعملي لي فيها ابله فيطة وتوعظينا؟ ما تغوري في داهية، واحد بيتكلم مع مراته، ايش حشرك انت؟ معلش يا بنتي امسحيها فيا، حقك علي، حقك علي. ربنا يكون في عونك يا منى.